عليها السنة دي في المؤتمر هو دور منظمات المجتمع المدني على كذا نقطة وكذا هدف. الهدف الأول هو تحسين السياسات الوقائية والسياسات الاستكشافية للأورام. تاني حاجة دور منظمات المجتمع المدني في التكامل والتناغم مع كافة المشتركين في القطاع الصحي. الهدف من التكامل والتناغم ده كذا اوبجكتيف او كذا هدف. الهدف الأولاني هو تحسين الخدمة الصحية. تاني حاجة حسن استغلال الموارد الصحية لعلاج اكبر عدد ممكن من المرضى دون ارهاق او دون وضع كاهل اقتصادي على الدولة.